ومع ذلك فأنت تدعو ربك على أن يعينك على شكره. الله، فشكر الله سبحانه وتعالى في حالة السراء نعمة كبيرة جدا تحتاج إلى شكر آخر، فالشكر يحتاج إلى شكر، والشكر يحتاج إلى شكر، وهكذا، لأننا في لأنه أهل لهذا الشكر ونعم سبحانه وتعالى. وأينا يمكن أن يعني يصل إلى هذه الرتبة العليا التي يصل فيها الإنسان، أن تكون من الشاكرين، أن يشكر ربه حق الشكر، ده مرتبة، أن يكون من الشاكرين. نعم رتبة عالية جدا، أن يصل الإنسان إلى حقيقة الشكر الإلهي، هذه لا يصل إليه إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام سيادتك يعني عليه طلاوة كما يقولون. وبالتالي ناخد بس النقطة كده، أنت قلت في وسط الحديث صبر جميل. نعم، مش كفاية الصبر، لكن صبر جميل. ما المقصود بالصبر الجميل، وكيف أكون صبورا صبر جميل؟ صبرا جميل يعني مش الامور مش ماشيه غصب عني، ده انا رضيت بما قضيت. خضعت للمشيئه. خضعت للمشيئه وبايه؟ وبإرادة وبارتياح. وبارتياح اشعر في قلبي بان ان يصل الانسان الى ان درجه هذا البلاء او درجه هذا المصاب الذي اصابه انما هو نعمه من الله سبحانه وتعالى. الله، قد لا يدركها في حقيقتها، لكن أعلم أن كل تقدير من الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي خير، هو خير، ولذلك أنا أرضى بما قضيت، ليس غصبا عني أنا راضي أنا صابر وخلاص، لا، ده أنا صبرت ورضيت بما قضيت. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أيوة، في هذه اللحظات الصعبة قد يتفلت اللسان وقد يتفلت القلب وقد لكنني ألحظ من نفسي في هذه اللحظة بأنني مالك لزمام أمري، وهذا لا يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل. ولذلك الآية القرآنية تقول قل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله، فالأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، في كل صغير وكبير أنت محاط بالعناية الإلهية، ولذلك كل ما يصيبك إنما يستحق منك الصبر الجميل. فالإنسان مع تقلبه في السراء والضراء، في الفرح والحزن، في الصحة والمرض، في هذه الثنائيات المتقابلة في حياته والتي تحيط بحياته كلها، ينبغي عليه أن يتقلب هو الآخر ما بين الصبر والشكر، الصبر والشكر والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. كل ذلك في الحقيقة نحن نحتاجه فكرة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، اللي سيادتك عبرت عنها في أول الحلقة، وهو تعبير دقيق وجميل في أننا نكون مع الله سبحانه وتعالى في ظروفنا التي نعيشها، الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جميعه. نحن في مرحلة اختبار من الله سبحانه وتعالى، وهو ينظر إلينا، ماذا فعلتم فيما قضيت عليكم به؟ أصابرتم أم جزعتم؟ أشكرتم أم لم تشكروا على نعمه التي أنعمها عليه؟ مولانا، هل يختبر سبحانه وتعالى عباده؟ بلا شك. هل يضعنا محل اختبار؟ نعم. هل يقيس قدرتنا على الصبر على البلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله، فالله سبحانه وتعالى يبتلينا بالخير والشر فتنة، ويجعل هناك أحداث معينة في هذا الكون ليمحص. ولذلك حكى عن الأمم السابقة وحكى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالآيات كلها تقول بأن الله سبحانه وتعالى قد يبتلينا بالفعل بأمور الخير وأمور الشر، حتى الخير، حتى الصحة، حتى النجاح، حتى المناصب، حتى
تولي أمر من الأمور، المرض، الابتلاءات الشديدة، كل ذلك إنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى واختبار لك أيها الإنسان. وينظر الله سبحانه وتعالى أتشكر هذه النعمة، أتصبر على هذا البلاء. ولذلك فلتعلم أيها المؤمن أن أمرك إنما أنت مختبر فيه، فإن كانت هناك سراء فيجب عليك عبادة الله سبحانه وتعالى أن تشكر وأن تحمد، وإن كانت هناك ضراء يجب عليك أن تصبر في هذه الحالة الصبر الجميل الذي لا يرى الله سبحانه وتعالى منك جزعا فيه. البعض ربما من بعض اللي بيفكروا بشكل مختلف عن فكر فضلتك، يقول لك يعني ده فيروس قد يكون مخلق في المعامل، قد يكون مسرب منك، ممكن حرب جرثومية وما إلى ذلك، ما دخل الدين وما دخل السماء بفيروس مخلق أو موجود، وبالتالي أنتم تدخلون المشيئة في أمر أرضي جرى تصنيع هنا أو هناك، ونحن نواجهه ونحاول أن نوصل للمضاد أو اللقاح المنافس له. لماذا دائما وأبدا تدخلون الدين في هذه الأمور الطبية العقلية العلمية التي تحل علميا؟ اتفضل مولانا. هو في هذه الحالة بنرجع إلى قضية عقائدية. أيوة. بصرف النظر هو مخلق ولا هو غير مخلق، ده مش ثابت لسه. حتى لو ثبت أو لم يثبت، على كل حال يعني بنرجع إلى قضية الإيمان. وقضية الإيمان بتقول بأن الإنسان في هذا الكون عليه أن يتخذ من الأسباب التي تؤدي إلى النجاة، مظبوط، ويتفاعل معها، مع هذه الأسباب، قوانين الله سبحانه وتعالى التي أرساها.